اذا هلا زي ما شفنا شفتوا المره الماضيه بتتذكروا بالنسبه حكينا عن الفيت هاي يعني الشانل بالحاله هاي هذا الان شانل اذا كان انه ان شانل لازم يكون هذا ريفرس بايس لازم يكون هذا نيجاتيف بالاستمرار حتى تصير هاي الجنكشن اللي هي هون بي عندي بي ماتيريال بي هون ان حتى تصير هذه ريفرس بايس لازم يكون هذا نيجاتيف بالنسبه لها اذا احنا لما بنحط هذا على زيرو ما فيش عندي ريفرس بايس ما فيش عندي ديفليشن ريجن في عندي هذه فولي كوندكتنج بس انا هلا مش حاطط اي فولتج بين دي واس عشان تشتغل الدائره لازم طبعا يكون في مقاومه خارجيه ما بحط الفولتج مباشره على هذول الاثنين. هلا لو حركنا لو بدينا نحرك في جي اس نزيد في جي اس ونعملها مور نيجاتيف واضح انه الديبليشن ريجن عم بزيد. هذا المون صار ديبليشن ريجن. ما فيش في عندي كاريرز عماله بضيق الشانل فالشانل اللي فيه اللي ممكن يمر منه الكرنت الاي دي اس بين الدرين والسورس عماله بقل حسب ما بزيد هون لحد ما في النهايه خلص هون سكرته تماما هاي بنسميها بنش بوينت خلص بطل في عندي صارت اوف تماما مقاومته كانها انفينيتي هلا لو حاولنا ردينا رجعنا مره ثانيه رجعنا هذه لزيرو وحطينا فولتج خارجي بحيث انه يمر كرنت هاي عندي كرنت هون طبعا هذول كانهم الكترونات بنمثلهم هون فعملنا بروحهم من السورس للدرين هلا كل ما غيرنا هذه من هون عماله بضيق مساحه الشانل او حجم الشانل فطبعا في النهاية يصير في عندي يصير اوكي ماشي واضح هاي هاي هون علاقة ما بين بي دي اس و اي دي ماشي وقف الهاجم هاي